أفرجت أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للوقوف على مستجدات الوضع الميداني والسياسي لمعركة الحديدة وتحركات المبعوث الأممي. أفادت وكالة الأناضول أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث سيبدأ الأربعاء القادم زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن للقاء الرئيس هادي. ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب من جريفيث أنه سيبحث مع الرئيس هادي ضرورة وقف التصعيد في الساحل الغربي واحتواء معركة الحديدة، كما سيناقشان الخطة الأممية لاستئناف عملية السلام خلال الأسابيع المقبلة. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل نجح المجتمع الدولي في إيقاف عملية تحرير الحديدة؟ وما هي البدائل المقترحة والمكاسب التي يمكن أن تحققها الشرعية؟ وهل ستصبح حال جبهة الساحل الغربي مثل جبهة نهم معسكرات على مشارف المدينة دون أي حراك؟ قبل النقاش نتابع التقرير. من لوكسمبورغ إلى عدن، تعيد تحركات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إعادة توزيع أدوار اللاعبين في مشهد الصراع الذي يهيمن على الخارطة الجغرافية لليمن. واستدعي المبعوث الأممي لتقديم تقرير أمام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ على نحو يزيد من ثقل الدور الذي يؤديه الاتحاد حيال الأزمة والحرب في اليمن، وهو دور غير مريح بالنسبة للتحالف الذي يبدو أنه مضطر لخوض معركة الحديدة على وقع الضغوط الهائلة التي يمثلها استمرار الحوثيين في إطلاق الصواريخ البالستية بعيدة المدى على الرياض والمدن الأخرى في العمق السعودي. وتتصدر اهتمام الاتحاد على ما يبدو أولوية إيقاف معركة الحديدة لدوافع تتعلق بالوضع الإنساني الصعب في هذه المدينة وتداعيات معركة تحريرها على الأعمال الإغاثية التي تستهدف ملايين اليمنيين. ويوم الأربعاء القادم سيتوجه المبعوث الأممي إلى عدن العاصمة السياسية المؤقتة للبلاد التي سبق وأن ألغى زيارة كانت مقررة له إلى هذه المدينة قبل أكثر من شهرين في وقت لم تكن فيه الحكومة ولا الرئيس موجودين فيها، ولأسباب قال المبعوث الأممي إنها تتعلق بالوضع الأمني الهش، وذلك على خلفية الفوضى التي أثرتها التشكيلات العسكرية الانفصالية المدعومة من الإمارات في المدينة. شهد المبعوث الأممي الحياة لأول مرة في هذه المدينة التي كانت ذات يوم مستعمرة تابعة للتاج البريطاني، وإليها يعود ليشهد ما تركته دورات الزمن القاسية من العنف والحرب على ملامح المدينة. مصادر قريبة من مكتب جريفيث أوضحت أن المبعوث الأممي سيلتقي الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي عاد إلى المدينة بعد غياب طويل، وذلك في إطار تحركات جريفيث المكثفة لاحتواء معركة الحديدة. ووفقا لهذه المصادر فإن المبعوث الأممي سيناقش مع هادي والحكومة الشرعية أيضا الخطة الأممية لاستئناف عملية السلام خلال الأسابيع القادمة. زيارة جريفيث إلى عدن تشير إلى عودة الثقل إلى دور الشرعية في المفاوضات التي تستهدف تقرير مصير البلاد، بعد أن رأينا التحالف يتعمد تهميش السلطة الشرعية ويحولها إلى مجرد غطاء لمشاريعه السياسية والعسكرية المنفصلة تماما عن أولويات المشروع الوطني لليمن. أبدأ النقاش مع ضيفي من الرياض الخبير العسكري العميد حسن الشهري. أهلا بك سيادة العميد. أهلا وسهلا. باعتقادك إذا ما صحت هذه الأخبار المتناقلة عن مصادر قريبة من جريفيث حول مساعيه لاحتواء معركة الحديدة، هل يمكن الاستجابة لهذه التحركات وبالتالي تعطيل معركة الحديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله، الرياض عاصمة القرار العربي وشركتها الاستراتيجية أبوظبي تفرضان إرادتهما على البيئة الاستراتيجية الدولية وتكسر أي رهان، سواء الرهان الإيراني أو مطاياه في اليمن، وبالتالي البعض يحاول أن يشوش على الانتصارات في الحديدة وعلى ما تقوم به المقاومة الجنوبية والجيش الوطني والتي تقودها فرقة العمالقة في الحديدة. الحديدة الآن أصبحت قاب قوسين أو أدنى، هي وميناء من التحرير، وبالتالي لا نعول على مثل هذا الكلام. طيب هل هناك فعلا، هل هذه التحركات لجريفيث، هل هناك هذه التحركات هل فعلا تسعى لإيقاف معركة الحديدة؟
بداعي المبرر الجانب الإنساني والمعاناة داخل المدينة وتبعات المعركة في حال استمرارها؟ الكلام للمشاهد والكريم، السلام هو المبدأ الأساسي الذي قام عليه التحالف، وقبل دول المجلس عندما قدمت المبادرة الخليجية ثم دعمت أيضا الحوار الوطني ومخرجاته، فالسلام لا زال بابه موارب، ولكن من ينقض الاتفاقيات ومن يرفض السلام هي الميليشيات الانقلابية الحوثية في اليمن، وبالتالي العمليات العسكرية مستمرة. وإذا كان لدى المبعوث الأممي ما يفيد من خلال المرتكزات الثلاثة، المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والمخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2216، فالباب مفتوح وطاولة الحوار جاهزة، ولكن بكامل الشروط دون نقص. إذا اكتملت كامل الشروط وانتبت كل الموانع فسيفتح الباب للسلام مباشرة، والعصا العسكرية لا زالت فوق هامة العدوان الحوثي على اليمن. طيب، بالنظر إلى ما تم إنجازه في معركة الحديدة وأيضا الأهداف المتبقية سواء الميناء أو السيطرة على المدينة بشكل عام، كيف تنظر كخبير عسكري لواقع ومجريات المعركة العسكرية؟ هل ما تبقى هو الأسهل؟ هل التحالف اليوم والشرعية قادرين على إنجاز المهمة هذه؟ لو كانت الأمور فقط عسكريا من خلال التكافؤ بين القوتين لم تأخذ عدة ساعات منذ تحرير المطار لتحرير الميناء، والمسافة لا تتجاوز 10 كيلومتر. النواحي الإنسانية ثم وجود الألغام ثم أيضا اعتماد الإنقلابيين على الأهالي كدروع بشرية ستكون بعض المحددات وليست موانع. أنا أعتقد أنه لابد من محاصرة المدينة وعزلها بالكامل عن محيطها وعن أي دعم خارجي، وبالتالي يسهل توزيعها إلى مربعات وأجزاء، وتتقدم المقاومة السهامية بحكم الخبرة والأصل، فهم من منطقة تهامة ومعرفتهم أكثر بالمدينة، والمدينة صغيرة ليست كبيرة، بالإمكان محاصرتها وأيضا تطهيرها جزئيا. الميناء ممكن الوصول إليه عن طريقين، إما طريق الشارع 90 أو عن طريق شارع الدراهمي الكورنيش أو عن طريق راس جسر، إذا كانت التحالف رؤية استراتيجية أخرى بإقامة راس جسر وتقوم القوات المشتركة بعملية تطهير الميناء. طيب، نشرك معنا بالنقاش المحلل السياسي عبد الناصر المودع، ينضم الينا من العاصمه الاردنيه عمان. اهلا بك استاذ عبد الناصر. اهلا بك اخ سامي، وتحيه للاخ حسن. استاذ عبد الناصر، التحركات الاخيره المتناقله عن جريفيث ومساعيه وربما زياره قادمه الاربعاء للرئيس هادي في العاصمه المؤقته عدن، باعتقادك ما الذي يمكن ان تسفر عنه هذه التحركات؟ البعض يرى في انها ربما تسفر عن ايقاف معركه الحديده، هل هذا ممكن ووارد؟ الوضع أصبح معقد جدا في الحديدة، وبالتالي إيقاف المعركة غير ممكن من الناحية الفنية، حتى هناك خط تماس أصبح طويل جدا وكبير، هناك تداخل في القوات، وبالتالي لا يمكن عمليا إحداث وقف لإطلاق نار أو أي شكل من أشكال الهدنة وفقا للطبيعة الجغرافية لمسرح العمليات. أما فيما يتعلق بإيقاف العملية من الناحية السياسية، من الناحية لا يبدو في الوقت الحالي أن ما هو مطروح من قبل المبعوث الأممي وما هو مقبول من قبل الحوثيين وما هو مقبول من قبل دول التحالف والحكومة، هناك فجوات كبيرة بينهم، بمعنى الحوثيين يطرحوا أو قابلين بفكرة وجود إشراف أممي على إدارة الميناء، هذا الإشراف حيكون إشراف بعدد محدود من الموظفين الدوليين، فيما يتم إدارة الميناء من قبل موظفين محليين، وعمليا سيكون هؤلاء الموظفين تحت هيمنة أو سيطرة الحوثيين، وبالتالي الميناء عمليا سيصبح إلى حد كبير لن يختلف الوضع عما هو عليه الآن
بمعنى ان الحوثيين سيكونوا هم اليد الطولى. طيب في حال ما حصل في حال ان حصل هذا الشيء يعني وانه تمت الاستجابه ان يسلم من قبل ميليشيا الحوثي ان يسلم الميناء للامم المتحده وتم العمل بهذه الخطوه، ما الذي يمكن ان يسفر عن ذلك؟ هل ستتوقف المعركه وبالتالي لم يعد هناك اي مبرر؟ لان التحالف ربما سابقا والشرعي كانوا مرحبين بهذه الجهود التي يمكن من خلالها الوصول الى نقطه ان يتم الاشراف على ميناء الحديده من قبل الأمم المتحدة. يعني الفكرة عندما طرحت في البداية طرحت ولم يكن هناك معارك قريبة من الحديدة، كانت عندما طرحت كانت القوات لا زالت في المخا، وبالتالي كان الحوثي مسيطر على كل المنطقة. الآن عمليا لم تعد هذه الفكرة حتى من الناحية الفنية لا يمكن تطبيقها كما ذكرت لك. إضافة إلى ذلك الحكومة والتحالف مبدئيا موافقين على انسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة ومن محافظة الحديدة، ولكن نقول مبدئيا سيقبلوا بالانسحاب الكامل من قبل الحوثيين من مدينة الحديدة، والحوثيين لا أعتقد بأنهم في وارد أن يقبلوا بالانسحاب من مدينة الحديدة بدون أن يجبروا على ذلك عسكريا، وهم يراهنون على أن المعركة لن تكون سهلة وبأنهم قادرون على أن يحدثوا دمار كبير في المدينة إلى الحد الذي يجعل المجتمع الدولي يتدخل لإيقاف المعركة. ولهذا الفجوة ضخمة جدا بين ما هو معروض وما هو مقبول. المبعوث الأممي يبدو أنه قريبا يقترب كثيرا من القبول الحوثي بالخطة، ولهذا يبدو الرئيس هادي وحكومته سيرفضوا هذه المقترحات لأنها ستؤدي إلى أن يبقى الحوثيين في الميناء، يبقى الحوثيين في مدينة الحديدة، تتوقف المعارك، وتوقف المعارك يعني أن الحوثي سيضمن جبهة هادئة توقفت الحرب فيها، وهي من أكثر الجبهات التي كلفته خسائر بشرية وخسائر في المعدات. لهذا التوقف المعارك وفقا لما ستراها الحكومة والتحالف وفق هذه الصيغة التي يطرحها المبعوث الأممي كأنها نصر للحوثيين وليست هزيمة ولا وليس لها ذات الجدوى التي من أجلها قامت معركة الساحل. طيب أعود للعميد حسن الشهري. سيادة العميد، برأيك ما مصلحة اليوم المجتمع الدولي من إعاقة الحسم في الحديدة بالنظر إلى دوافع المجتمع الدولي؟ هل هي فقط دوافع إنسانية؟ البعض لا زال يراهن في المجتمع الدولي على العامل الإنساني، لكن أعتقد أنه كسر هذا الرهان. استطاعت السياسة السعودية الخارجية أن تؤثر في البيئة الدولية. العمليات في الحديدة حاليا أصبحت محط أنظار العالم لأن لها أبعاد كثيرة في مجال السياسة والأمن الإقليمي والدولي وأيضا الملاحة البحرية، وأدرك العالم أن الأمور في اليمن وصلت إلى درجة لا يمكن قبولها، أوصلها الانقلاب مع الأسف، والتحالف مع الشرعية قدموا التنازل، لم يعد لديهم الكثير حاليا. أنا أعتقد أنه الحوثيين الآن يدركون أن تحرير الحديدة سلما أو حربا يعني نهاية مشروعهم، مشروع الإيراني في اليمن، وبالتالي لن يوافقوا على مقترحات تخرجهم من الحديدة، وبالتالي قطع آخر حبل سري لرئاتيهم التي أدامتهم خلال السنوات الماضية وأدامت مجهودهم الحربي، وتلقوا كل أنواع الأسلحة ما فيها الصواريخ البالستية والتي استهدفها المملكة العربية السعودية بأكثر 150 صاروخ منها في السنوات الماضية وآخرها البارح مدينة الرياض. أنا أعتقد أنه الشعب اليمني الآن والعالم يدرك والحوثيون أيضا يدركون أن ما بعد الحديدة ليس كما قبلها، والعمالقة حاليا والمقاومة والتهامية وأيضا قوات حرس الجمهورية مع الجيش الوطني مع الدعم الهائل من التحالف تهشم أضلع الحوثيين حاليا، وأنا أعتقد أنه لابد من كسر كل العصبيات في اليمن سواء الحزبية أو المناطقية أو الأيديولوجية للوصول إلى شعب يمني موحد هويته واحدة، والكل ينتفض ويحرر إرادته ويلتف حول رئيسه في هذه المرحلة.
الأمور أصبحت واضحة جدا. من يحاول أن يعكر صفو هذه العمليات حاليا لن يكون مقبولا منه، سواء بالإنقلابيين أو القوى الداعمة لهم في المنطقة أو محاولات بعض الدول العالمية. ولكن أؤكد أن سياسة المملكة العربية السعودية بفضل الله سبحانه وتعالى أثرت في البيئة الاستراتيجية الدولية، وأن أهداف التحالف ستتحقق قريبا بإذن الله. عمليات في الحديدة حاليا انعكست إيجابا على كل الجبهات الأخرى في صعدة وفي تعز وفي مناطق أخرى، ونتمنى أيضا أن تكون كذلك شرق صنعاء. وبالتالي لم يعد أمام الحوثيين إلا الاستسلام للأمر الواقع، وأن ما بدأوه لا يمكن أن يصل إلى نهايته. ربما الآن الخيارات والبدائل المتاحة والمتوفرة الآن أمام الحوثي هو سعيه لإطالة أمد حرب المعركة في الحديدة حتى يكسب مزيد من الوقت، كما يقول الأستاذ عبد الناصر المودع، من أجل أن يزداد الوضع الإنساني سوء ربما داخل المدينة، وبالتالي يتدخل المجتمع الدولي بالدافع الإنساني مرة أخرى ويضغط لإيقاف المعركة. السؤال هنا الآن، ما هي خيارات وبدائل التحالف والشرعية اليوم للتسريع وحسم المعركة أكثر، وقلب الطاولة ربما على ميليشيا الحوثي الذين يسعون ربما لإطالة أمد هذه المعركة للاستفادة من الضغوط الدولية بدوافع إنسانية؟ أنا أتفق مع ما توصل إليه الأخ العزيز عبد الناصر، وأحييه وأعتذر عن التأخير التحية. أنا أعتقد أن التحالف يضع كل الحسابات لمثل هذه الأمور، ولن يتأخر في الاستمرار وإسراع الخطى للوصول إلى الميناء وإخراج الإنقلابيين من الحديدة، وبالتالي النظر في الرهان الأخير وهي معركة الجبل. طيب أعود للأستاذ عبد الناصر المودع من الأردن. أستاذ عبد الناصر، إذا ربما المجتمع الدولي عندما يضغط اليوم في معركة الحديدة وله دوافع إنسانية، يبرز هنا السؤال، أين كانت هذه الدوافع الإنسانية والأبعاد الإنسانية وميليشيا الحوثي إنجاز التعبير تغزو المحافظات واحدة والأخرى وترتكب المزيد الكثير من الجرائم ربما بحق المدنيين؟ الموقف الكثير من الدول من الحركة الحوثية موقف يشوبه الكثير من الإشكالات. منذ البداية لم ينظر المجتمع الدولي ولا الدول الكبرى من الحركة الحوثية بأنها حركة خطرة وبأنها تهدد السلم في اليمن ومن ثم السلم في الإقليم، كما اتضح لاحقا. منذ البداية كان ينظر للحركة الحوثية بأنها حركة ستعمل على خلق توازن قوى جديد لصالح من كان يروج لهذه الفكرة، وهم لسوء الحظ يمنيين من الأجنحة اليسارية والليبرالية. كانوا يرون في الحركة الحوثية بأنها حركة ستوازن أمام ما يعتبرونه الجماعات السنية السلفية القاعدة. كانوا يعتقدون بأن الحوثي هو معادل موضوعي لهذه القوى، وبالتالي الولايات المتحدة والكثير من الدول لم تنظر، ولا زال الجزء كبير من هذه الدول لا تنظر للحركة الحوثية بأنها حركة خطرة. هم يرون بأن الحركة الحوثية هي حركة تمثل أقلية، وهذا طبعا توصيف خاطئ، وكأنها هي الممثلة للحركة للمذهب الزيدي في اليمن، وهذا توصيف خاطئ. يرون بأنها معادل موضوعي للقوى المتطرفة من القوى السنية المتطرفة، وهذا أيضا لا نقول فقط تشخيص خاطئ، ولكنه وسيلة خاطئة في محاربة القوى المتطرفة في الجانب الآخر، لأنه على العكس الحركة الحوثية عندما تضعها في خانة فإنك تقوي الطرف الثاني، تقوي حجج القوى الأصولية المتطرفة في الطرف الثاني، وبالتالي الحوثيين هم الطرف الخطأ أو الوسيلة الخطأ في مواجهة الحركة الأصولية السنية. في هذا المضمار كله لا زال المجتمع الدولي يرى بأنه الحركة الحوثية لا يجب أن تنتهي، يجب أن تكون جزء من المعادلة السياسية اليمنية، ولا ينظروا للحركة الحوثية وكأنها تشبه داعش أو تشبه القاعدة أو تشبه أي حركة إرهابية ينبغي التخلص منها بأي ثمن كان. لهذه الأسباب كلها ستظل مشكلة الحديدة أو الحرب في الحديدة ليس من السهل حسمها سياسيا، لأنه نلاحظ أن
المواقف الدول الغربية، الاتحاد الأوروبي تقريبا مواقفه قريبا إلى ما يطرحه الحوثيون حاليا، بأنه على الطرف الثاني أن يقبل بإشراف فقط، إشراف أممي على الميناء وتوقف المعركة هنا. هذا هو موقف معظم دول الاتحاد الأوروبي. واليوم هناك اجتماع المبعوث الأممي سيقدم للوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ويبدو أنهم سيقدمون بيان قريبا إلى هذه الصيغة. الولايات المتحدة أيضا ليست بعيدة كثير عن هذا عن هذا الو... عن هذه المقترحات، بمعنى أنها كما ذكرت رويتر قبل أيام بأنهم يضغطون على الإمارات وعلى السعودية بأن تقبل بالمقترحات المبعوثة الأممية، وهي التي ذكرت لك قريبة إلى ما يقبل به الحوثيين. وبالتالي لسنا الآن ليس هناك من تأييد كبير، تأييد سيمنح الغطاء لأي عملية عسكرية قد تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة، قد تؤدي إلى مأساة بين المدنيين. ولهذا الحوثي يراهن كثير على هذه المسألة، يدرك هذه التعقيدات، يدرك بأنه ليس هناك من تأييد كبير ومطلق للقضاء عليهم في الحديدة أو غير الحديدة. لهذا سيبذل كل جهده بأن يصنع مأساة إنسانية، ومن ثم يستفيد من هذه المأساة الإنسانية بأن يخفف الضغط عليه سياسيا وعسكريا من قبل الدول الكبرى. وهذا هو التعقيد الذي علينا أن نأخذه بعين الاعتبار، وعلى صانع القرار أن يأخذه بعين الاعتبار، لأنه يتعامل الآن بعوائق موضوعية على الأرض، وعوائق تتعلق بمواقف الدول الكبرى والعالم الخارجي مما يحدث في الحديدة. طيب أعود مرة أخيرة للعميد حسن الشهري، إذن هذه العوائق ومواقف المجتمع الدولي اليوم من معركة الحديدة، إلى أي حد ومدى التحالف اليوم والشرعية قادرون على فرض إرادتهم فيما يخص معركة الحديدة وعدم الاستجابة والانصياع لهذه المواقف؟ بداية قبل ظهور التيارات في المنطقة، سواء مؤدلجة سنية أو شيعية وما عرف حاليا، هناك استراتيجية غربية بالإبقاء على الأقليات لحكم المنطقة وإدخال الأمة في صراعات وإبقاء كل الدول على صفيح ساخن قبل أن تظهر هذه الأيديولوجية المتطرفة مع الأسف في بيئتنا الإسلامية. وأيضا يدندنون على حقوق الإنسان، ونحن ندرك أن حقوق الإنسان لا يتجزأ، ولكن مع الأسف تلك الدول المتحدة أيضا تسيس حقوق الإنسان، لكن أصبحت العملية مكشوفة. أعتقد أنه أصبح لدينا قوة سياسية واقتصادية وقادرين على التأثير في البيئة الدولية، وأثرنا بالفعل، وبالتالي لا يمكن قبول أي أمر لا يتحقق معه جميع أهداف ما قام عشية 26 مارس 2015. وبالتالي يجب أن يعود اليمن لشرعيته، يجب أن تخرج إيران ومشروعها من المنطقة، يجب أن يكون أمن المنطقة القومي والوطني في مستويات العليا، يجب أن تكون الملاحة الدولية آمنة. وبالتالي نحن نعمل على ذلك، نحط الخطى أحيانا، وأحيانا نتكيف مع البيئة الدولية، ولكن نجابهها في كثير من الحالات. المملكة العربية السعودية والدول التحالف مع الشرعية تزرع الحياة في اليمن، والميليشيات الإنقلابية الإيرانية في اليمن، وإيران تزرع الموت مع الأسف. وأضافت المملكة هذا اليوم ضمن تحالف إعادة الشرعية المشروع الإنساني الذي سيكلفها الملايين لتطهير اليمن من ملايين الألغام التي بثتها الميليشيات الحوثية. مركز الملك سلمان يقوم بأعمال إنسانية تجاوز في بعده الإنساني الأعمال العسكرية، وسنقوم بإعادة إعمار عملاقة وعصرية لليمن بحول الله سبحانه وتعالى. ما هو مطلوب هو أن تتضافر جهود الشعب اليمني الشقيق خلف قيادته وتتحرر إرادتهم، وبالتالي يهبوا جميعا لمقاومة هذا الجسم الغريب مع الأسف الذي أتاه من الخارج. أشكرك جزيلا الخبير العسكري السعودي العميد حسن الشهري، كنت معنا من الرياض. أعود للأستاذ عبد الناصر. أستاذ عبد الناصر، سؤال أخير عن الخيارات اليوم المتاحة والبدائل أمام التحالف والشرعية. يعني لا يبدو أن هناك خيارات جميلة للجميع، لأن كما ذكرت ليس هناك من غطاء خارجي كافي لعملية كبيرة وربما مكلفة، ولا يمكن أيضا التراجع، ولا يمكن التوقف عند هذه النقطة.
لأن التراجع والتوقف عند هذه النقطة يعتبر نصر للحوثي وهزيمة لدول التحالف التي سخرت موارد ضخمة وسخرت إمكانيات سياسية هائلة من أجل هذه المعركة، ولكنهم حتى الآن لم يستطيعوا أن يحصلوا على ضوء أخضر. ما حصلوا عليه من أمريكا تحديدا هو ضوء أصفر كما قالوا الأمريكان، بمعنى أنهم إنه في حال كان هناك كارثة إنسانية وفي حال لم تستطع القوات أن تحسم المعركة بالسرعة وبالكلفة المتدنية، فأنهم سيتحولوا إلى الخط الأحمر، وبالتالي العملية في غاية التعقيد. نحن في مرحلة اللا عودة، الحركة للأمام مكلفة، الحركة للخلف مكلفة، وهذا الأمر يشير إلى أن هناك حاجة إلى أن لدى صانعي الاستراتيجيات فيما يتعلق باليمن أن يكون هناك صانع استراتيجي قادر أن يدرك أبعاد كل خطوة من خطواته قبل أن يتخذها وقبل أن يغامر باتخاذ خطوات غير محسوبة. هذا ينطبق على الحديدة وينطبق على طريقة إدارة الشأن اليمني منذ بداية الحرب وحتى الآن. هناك حاجة لمراجعة شاملة وكبيرة، لأن ما تحقق قياسا بالإمكانيات الهائلة، قياسا بالطرف الثاني وضعفه السياسي والأخلاقي والشرعي، يعتبر ضئيل جدا ولم يكن في حسبان أحد. حتى الأكثر المتشائمين لم يكن يعتقد بأن الحرب ستطول هذه الفترة كلها وأن لا يكون لها النتائج المرجوة كما كان يؤمل منذ البداية. لهذا هناك حاجة بحدوث مثل هذه المراجعة. إذا تعثرت قضية الحديدة ومشكلة الحديدة، لأن هناك رهان يراهن كثير التحالف على تحقيق هذا النصر الكبير، إذا استطاع أن يأخذ ليس فقط الحديدة، الحرب تتطلب أن يأخذ كل الساحل، كل تهامة. إذا هو يراهن بأنه إذا استطاع أن يأخذ هذه المنطقة بالكامل فهو سيشعر بأنه حقق نصر جزئي، أما في حال فشله فهو بحاجة أيضا إلى أن يعمل مراجعة شاملة، مراجعة كبيرة للأشخاص الذي استخدمهم، للوسائل التي اتبعت، للإدارة التي تم بها تنفيذ هذه المهمة التي هي مهمة معقدة وصعبة وأكثر بكثير مما يعتقد الكثيرين وخاصة خارج اليمن. أشكرك جزيلا أستاذ عبد الناصر مودع، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم برنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد. في أمان الله.